مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 97، وعنوان حلقتنا القرآن كلام محمد عند الأشاعرة. شفنا في الحلقة اللي فاتت اللي يقول كلام الله مخلوق يقتل حسب كلام ولاة الحنابلة الوهابية، وكمان شفنا إن المعتزلة اللي بيدعوا إنهم يعملوا العقل اللي يقول إن القرآن غير مخلوق برضو كانوا بيقتلوه، واشتهر في وقتهم محنة الإمام أحمد بن حنبل وإزاي يعذبوه. وهنشوف النهاردة اللي يقول كلام الله مخلوق بيترتب عليه إيه؟ هل كده القرآن كلام الله الحقيقة؟ نشوف مع بعض من كتاب تعليقات الشيخ البراق على المخالفات العقادية في فتح الباري بيقول إيه؟ قال الحافظ ابن حجر: وقوله أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل، فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم. الشيخ البراق رد وقال: فالحديث بالنسبة إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قديم، يريد أن يصف القرآن بأنه حديث باعتبار نزوله إلى الرسول والمؤمنين، أما نفس القرآن فهو قديم، والقديم هو الذي لا بداية لوجوده، وهذا جار على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى، فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس هو حروف وأصوات، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، وهو قديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه. فعندهم أن هذا القرآن المسموع المتلو المكتوب ليس هو كلام الله حقيقة، بل هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي. يعني الأشاعرة بيقولوا على القرآن المسموع اللي انت بتسمعه يا مسلم إنه ليس كلام الله الحقيقة، هو عبارة عن المعنى النفسي لكلام الله. وبيكمل الشيخ البراق ويقول في من كتاب تعليقات الشيخ البراق على المخالفات العقادية في فتح الباري: هذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع أهل السنة، فعندهم أن الله لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وإنه يسمع كلامه من يشاء. فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله سبحانه، فعندهم أن القرآن العربي المنزل على محمد هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وعشان نتأكد من قول الأشعرة إن القرآن اللي بين إيدك ليس هو كلام على الله على الحقيقة، يا مسلمين خلي بالكم اللي انت بتتوضى وتمسكه وتقعد تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحاجات دي كلها، الأشعرة المشايخ الأزهر كلهم عارفين إن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة. شوفوا معايا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب هيقول إيه. توسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حخاطبه ده قديم، لكن الحروف اللي نزلت اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة. وشفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول توسط الأشعري، وطبعا إحنا فهمنا إن الأشعرة وسط بين المعتزلة والسلفية، يعني المعتزلة يقولوا إن الله مش بيتكلم، السلفية بيقولوا الله بيتكلم بصوت حرف. الأشاعرة قالوا إحنا بقى إيه في النص، الله بيتكلم كلام نفسي. يعني لما أي حد يقول لك، أي حد مش شرط الشيخ الأزهر، لما أي حد يقول لك الله بيتكلم من غير ما يتكلم، هل الكلام ده ممكن حد يصدقه؟ هل أي حد لما يقول لك الله أخرس بس بيتكلم هل هتصدقه؟ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول القرآن قديم، لكن الحروف اللي بلغها النبي ومعبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة. وخلينا نشوف من كتاب تعليقات الشيخ البراق على المخالفات العقادية في فتح الباري هيقول لنا إيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: حكى ابن التين للداوودي في هذا الموضع كلاما في استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة مع أن القرآن قديم. الشيخ البراق رح رد وقال: فإن القرآن قديم هذا من إطلاقات الأشاعرة، فإن من مذهبهم إن كلام الله معنى نفسي واحد قديم، ومعنى ذلك إنه لا تتعلق به المشيئة ولا بداية لشيء منه، فهذا القرآن المسموع المتلو عبارة عن ذلك المعنى النفسي، فإذ قالوا القرآن قديم فإنهم يريدون ذلك المعنى، وهذا مذهب باطل، لأن مقتضى أن القرآن المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله حقيقة، كيفما تصرف متلوا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعا. الشيخ البراق رد على ابن حجر وقال: معنى كلام الله
معنى نفسي واحد قديم ان الله يتكلم بالقران من دون مشيئته، يعني الله كده بيقعد يتكلم بالقران بدون ارادته، وبالتالي ان القران اللي في المصاحف ليس كلام الله حقيقه عند الاشاعره، وده عكس غلاه الحنابلة الوهابيه اللي بيثبتوا ان القران كلام الله حقيقه، سواء كان متلوا محفوظا مكتوبا مسموعا. وخلينا نشوف غلاه الحنابلة الوهابيه بيقولوا ايه في كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه للدركائي. يساق ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله الحقيقة. قال المصنف رحمه الله: سياق ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة وكلمة على الحقيقة، وضعها أهل السنة للرد على من قال إن كلام الله مجازي وإن كلام الله نفسي أو نفساني. فكلام الله الحقيقة تكلم به بحرف وصوت، وأنزله الله سبحانه وتعالى على محمد من السماء. يبقى غلاة الحنابلة الوهابية اضطروا يكتبوا كلمة كلام الله الحقيقة علشان يردوا على الأشاعرة طبعا زي شيخ الأزهر وغيره ومن نحو نحوهم إن كلام الله نفسه. وخلينا نشوف الشيخ جهاد ابن عمر هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. أما من السنة على أن القرآن غير مخلوق فما جاء في صحيح مسلم كذلك في موطأ مالك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: لو رأيت ما دهاني من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذه يعني دعاء طيب واحد في الصباح والمساء يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات كما في رواية أخرى. والاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله، فلا نستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته، أما بالمخلوق فلا يجوز. الشيخ جهاد بيقول إن النبي قال لواحد لدغ عقرب إنه يستعيذ بكلمات الله التامة، والمسلم لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته، وده إن دل على شيء بيدل إن كلام الله صفة من صفاته. خلينا نشوف هيقول إيه كمان في الفيديو اللي جاي. وقال عمرو بن دينار رحمه الله أحد كبار التابعين قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة. فقد أدرك كثير من الصحابة. أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، أي من كبار التابعين الذي أكبر منه، منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. منه خرج هو الذي تكلم به تبارك وتعالى، وإليه يعود أي في آخر الزمان. أكد لنا الشيخ جهاد أن القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود، والكلام ده من أيام التابعين اللي أدركوا الصحابة. وخلينا كمان نشوف بعض الأدلة من القرآن اللي بيستدل بيها على أن القرآن كلام الله حق. نأخذ شيء من الأدلة من القرآن ثم من السنة ثم بعض الآثار عن سلفنا الصالحين رحمه الله. كان يقول السلف الصالح معنى الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الذين يعني رضيتهم الأمة وأطبقت شهرتهم وصلاحهم وعلمهم في الأمة. يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله عز وجل في هذه الآية بين الخلق والأمر، فالخلق خلقه، فالخلق هو جميع المخلوقات الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم قال: ألا له الخلق والأمر. ففرق، والواو تقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، الخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر. عندي خبز وماء، الخبز ما هوش هو الماء، الواو العطف تقتضي الأصل أنها تقتضي المغايرة، هذا غير هذا. إذا قلت محمد وصالح فمحمد غير صالح، فلما قال ألا له الخلق والأمر دل ذلك على أن الخلق هو جميع المخلوقات والأمر ليس من الخلق، والأمر هو كلامه، كيف يأمر الله؟ إذا قلت افعل بكلامي قلت لك افعل، لا تفعل بكلامي، الله عز وجل سبحانه وتعالى أمره بكلامه. وزي ما شفنا الشيخ قدم مثل واضح وفرق بين الخلق والأمر، والأمر هو كلام الله، فالله أمر بكلامه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وبعد ما شفنا الصراع الدائم بين الأشاعرة وغلاة الحنابلة الوهابية وصلنا لأهم قضية القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون، وإزاي إن الأشاعرة بما فيهم الشيخ الأزهر بيقولوا إنه ليس كلام الله الحقيقة، بعكس غلاة الحنابلة الوهابية اللي بيأكدوا إنه كلام الله الحقيقة. أسيب السؤال مع كل المسلمين، أنت كمسلم هتختار إيه؟ العقل أم هتختار النقل؟
هتختار تمشي مع الأشاعرة ولا مع السلفية، ولا هتفكر إن هم مختلفين في العقيدة، يعني في حاجة غلط. فأنا هسيبكم مع السؤال: النقل أم العقل، أو العقل أم النقل؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.